احنا الان واقفين باش نودعوا رمز من رموز المسرح. اسمحي لي، المسرح المراكشي والمغربي بصفة عامة، بعد ما ودعنا واحد المجموعة ديال الفنانين على التوالي، حنا الآن واقفين باش نودعوا عملاق من عمالقة المسرح المراكشي. عزاؤنا واحد كمثقفين كفنانة كمراكشيين في فقدان هذا العملاق، ورحم الله الجميع، وإنا لله وإنا إلى راجعون. اسمحوا لي، أنا ما قدرتش نتكلم بزاف.